بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة هنشرح قصة كن متوازنا، وقبل شرح القصة هنحل مع بعض نشاط فكر ونشاط اقرأ واكتشف قبل قراءة القصة، ونسأل التلميذ ونقول: ماذا يحتاج الجسم ليكون صحيحا؟ فيفكر التلميذ، وبعد تلقي الإجابات والانتهاء من المناقشة نطلب من التلميذ أن يرسم الأشياء التي يراها من وجهة نظره مهمة للجسم، ثم نسألهم عن الأطعمة المفضلة لديهم، ونربط بين نوع الطعام والصحة الجيدة، فيرسم التلميذ مثلا الأطعمة المفضلة إليه كوجبة متكاملة. قبل حل النشاط الثاني نسأل التلاميذ: ماذا تناولتم في وجبة الفطور؟ فيجيب التلاميذ: مثلا لبن وجبن وزبادي وبيض، أو خبز وشعرية ورقائق. هل هذه الأطعمة صحية؟ بالطبع نعم. ونلاحظ أنها مقسمة إلى فئتين: فئة بها اللبن والجبن والزبادي والبيض، والنوع الآخر الخبز والشعرية والرقائق. ولكي نتعرف على هذه الفئة وهذا التقسيم نحل مع بعض النشاط. نشاط ألف: اقرأ واكتشف. أستيقظ من نومي مبكرا. ننظر إلى الصورة. أستيقظ معناها إيه؟ متساو أم مثل اللحم واللبن، أم أصحو من النوم، أم المفيد؟ أحسنت، هو جالس على السرير بعدما استيقظ، إذن كان نائما ثم صاحي من نومه، فنختار أصحو. المثال الثاني: الغذاء الصحي ضروري للجسم. كلمة الصحي يا ترى متساو ولا مثل اللحم واللبن ولا المفيد ولا مثل الأرز والخبز؟ طبعا الصحي أي المفيد، نختار كلمة المفيد. النشويات تمد الجسم بالطاقة. ننظر إلى الصورة، بها خبز وبها أرز. هل النشويات مثل اللحم واللبن أم متساو أم مثل الأرز والخبز؟ أحسنت، النشويات مثل الأرز والخبز. البروتين يقوي الجسم. ما معنى كلمة البروتين؟ ننظر إلى الصورة، بها سمك ولحوم وبيض، ثم نقرأ الخيارات. هل يا ترى معنى البروتين مثل اللحم واللبن أم متساو؟ أحسنت، مثل اللحم واللبن. أقسم وقتي بين المذاكرة والرياضة فأنا متوازن. متوازن أي متساوي، يقسم وقت للرياضة ووقت للمذاكرة، فإذا هو متساو. نراجع على المعاني مرة أخرى. أستيقظ معناها أصحو، أستيقظ من نومي، أصحو من نومي. الصحي معناها المفيد، الغذاء الصحي أي الغذاء المفيد. النشويات تمد الجسم بالطاقة. النشويات مثل إيه؟ نجد النشويات في الأرز والخبز. البروتين يقوي الجسم، البروتين نجده في اللحوم، في اللحم واللبن والبيض. أقسم وقتي بين المذاكرة والرياضة فأنا متوازن. متوازن معناها متساو أي يساوي بين وقته. ونقرأ القصة، ويقرأ التلميذ هذه المرة قراءة صامتة. هذه القراءة الصامتة يقرأها التلميذ بمفرده، فيحاول التلميذ قراءتها. في غرفته الصغيرة استيقظ فادي الساعة السادسة صباحا. يبقى فادي استيقظ، احنا عرفناها معناها ايه؟ استيقظ يعني صحي من نومه، اذا صحي الساعة 6 الصبح. فادي ما أصعب هذا الوقت؟ فادي ما يقول ما أصعب هذا الوقت؟ لماذا أشعر بألم في جسمي؟ ماذا يشعر فادي؟ يشعر بألم في جسمه. وفي هذا الأسلوب طبعا سؤال، يسأل لماذا أشعر بألم في جسمي، ده سؤال، والسؤال يتكون من أداة استفهام، السؤال يتكون من أداة استفهام، والجملة
أشعر بألم في جسمي، وآخر شيء في الأسلوب علامة استفهام. إذن الجملة الاستفهامية تتكون من أداة استفهام وجملة وعلامة استفهام لكي تصبح جملة استفهامية. رد عليه جسمه: أنت من فعل بنا هذا يا فادي؟ ليس الاستحمام فقط ما يجعلني بصحة جيدة. بيتكلم مع جسمه وجسمه قال له: أنت من فعل بنا هذا يا فادي؟ يا ترى إيه السبب؟ ويقول الجسم أيضا: ليس الاستحمام فقط ما يجعلني بصحة جيدة. يعني أيوة الاستحمام كويس وينشط الجسم، ولكن ليس هو فقط من يجعل الجسم بصحة جيدة. فادي، ماذا تحتاج لتشعر بصحة جيدة؟ نلاحظ أيضا هنا سؤال يبدأ بأداة استفهام ماذا، والجملة تحتاج لتشعر بصحة جيدة، وأخيرا علامة استفهام. إذن هي جملة استفهامية. يبقى نرجع للجملة تاني. فادي بيسأل: ماذا تحتاج لتشعر بصحة جيدة؟ نشوف الجسم عايز ايه منه. الجسم: أنا أحتاج إلى طعام صحي. خدنا كلمة صحي معناها ايه؟ ممتاز، مفيد. يبقى معنى كلمة صحي مفيد. يبقى الجسم عايز طعام صحي أي مفيد. فادي: أنا آكل كل طعامي. الجسم: أنت تأكل نشويات دون خضر وفاكهة وبروتين. إذن الجسم يعتب على فادي ويقول له: أنت تأكل نشويات فقط دون خضر وفاكهة وبروتين، فإن الجسم يحتاج إلى كل هذه العناصر. فادي حزينا: أحتاج لأن أكون متوازنا. متوازنا احنا خدناها معناها متساويا. يبقى نراجع الكلمات مرة أخرى. صحي يعني مفيد، نشويات مثل الأرز والخبز، بروتين مثل اللحم والبيض واللبن، متوازن يعني متساوي. نشاط باء: اقرأ القصة ثم أجب. بعدما قرأ التلميذ القصة قراءة صامتة يحاول أن يجيب على هذا النشاط. عندما استيقظ فادي كان يشعر بألم في إيه؟ أحسنت، في جسمه. جسم فادي غاضب. ليه جسم فادي غاضب؟ لأنه يأكل نشويات دون خضر وفاكهة وبروتين. ثلاثة: يحتاج جسم فادي إلى ماذا؟ يحتاج إلى جسم فادي ليشعر بصحة جيدة، يحتاج إلى طعام صحي أي طعام مفيد. الأكل المتوازن هو المتوازن نجده في النشويات والبروتينيات والفيتامينيات التي في الخضر والفاكهة. أنا أحب أكل نقط من الفاكهة. يختار التلميذ الفاكهة التي يحبها مثل التفاح مثلا. نشاط جيم، وأيضا هذا النشاط بعد القراءة الصامتة للتلميذ. ضع كل كلمة أسفل الصورة المناسبة لها. كلمة متوازن وكلمة أستيقظ ونشويات وبروتين وصحي. أول صورة: يجلس على سريره وكأنه استيقظ من نومه، فنكتب كلمة أستيقظ. نكتب كلمة أستيقظ. ثاني صورة: الطفل يتمتع بصحة جيدة، إذا نكتب صحي. الصورة الثالثة: بها خبز وأرز، وإحنا قلنا الخبز والأرز يمثل ممتاز النشويات، نكتب كلمة نشويات. الصورة التالية: بها جميع أنواع اللحوم والبيض، فهذه عناصر البروتين، نكتب بروتين. وآخر صورة: متوازن. القراءة الجهرية: كن متوازنا. في غرفته الصغيرة استيقظ فادي الساعة 6 صباحا. فادي: ما أصعب هذا الوقت؟ لماذا أشعر بألم في جسمي؟ رد عليه جسمه: أنت من فعل بنا هذا يا فادي؟ ليس الاستحمام فقط ما يجعلني بصحة جيدة. وإحنا قلنا لماذا أشعر أسلوب استفهام وبه أداة الاستفهام لماذا، والجملة أشعر بألم في جسمي وعلامة الاستفهام في نهاية الجملة.
فادي ماذا تحتاج؟ فادي يتحدث مع جسمه فيقول له ماذا تحتاج لتشعر بصحة جيدة؟ وهنا أيضا أسلوب استفهام، يسأل فادي جسمه ماذا، أداة الاستفهام اللي سأل بيها، والجملة تحتاج لتشعر بصحة جيدة وعلامة الاستفهام في نهاية الجملة. الجسم، رد الجسم على فادي وقال أنا أحتاج إلى طعام صحي، أي طعام مفيد. فادي أنا آكل كل طعامي. الجسم، أنت تأكل نشويات دون خضر وفاكهة وبروتين. فادي حزينا، أحتاج لأن أكون متوازنا، أي يأكل كل هذه الأشياء ولا يقتصر على النشويات فقط. يا ترى أين كان يعيش فادي؟ فادي كان يعيش طبعا في منزله، كان يعيش في منزله. أين نسأل بها عن ماذا؟ عن المكان. البيت عبارة عن مكان، فأين نسأل بها عن المكان؟ متى استيقظ فادي؟ استيقظ الساعة السادسة. استيقظ متى؟ الساعة السادسة. إذا لما نسأل عن الزمان نسأل بمتى، متى نسأل بها عن الزمن. هل فادي متوازن؟ هل يجاب عليها بنعم أو لا؟ ما الفرق بين الجملتين؟ الجملة الأولى فادي يحب تناول الحلويات، والجملة الثانية أين يعيش فادي؟ طبعا نحاول التفرقة بين الجملتين بعمل شكل فين، عبارة عن دائرتين متداخلتان، ونكتب ما يخص الجملة الأولى تحتها وما يخص الجملة الثانية تحتها، وفي المنتصف نكتب الذي يشترك فيه الجملتين. فادي يحب تناول الحلويات، هذه جملة خبرية. يعني ايه خبرية؟ يعني تخبر عن شيء. أين يعيش فادي؟ دي جملة استفهامية تبدأ بأداة استفهام اللي هي أين، وتنتهي بعلامة استفهام. الجملة الأولى آخرها نقطة، نضع نقطة في نهاية الجملة. أما الجملة الثانية آخرها علامة استفهام. الجملة الأولى تبدأ باسم إنسان فادي، أما الجملة الثانية تبدأ بأداة استفهام. ويشترك الجملتين في ماذا؟ في جملة مكونة من كلمات. لاحظ واكتشف. نشاط: اقرأ ثم ابحث عن سؤال في القصة واكتبه. نقرأ السؤال: ماذا يحتاج الجسم؟ ماذا؟ أداة استفهام. ماذا يحتاج الجسم؟ الجملة وعلامة الاستفهام في نهاية الجملة. إذن الجملة الاستفهامية تتكون من أداة استفهام وجملة وعلامة استفهام. يبقى مكونات الجملة الاستفهامية من أداة استفهام وجملة وعلامة استفهام. وعندما نجيب عن هذا السؤال نحذف أداة الاستفهام وأيضا علامة الاستفهام ونكمل الجملة بالإجابة، ونقول يحتاج الجسم لأن يكون متوازنا، يحتاج الجسم لأن يكون متوازنا. إذن نجيب على النشاط: اقرأ ثم ابحث عن سؤال في القصة. طبعا السؤال اللي احنا حددناه في القصة الأول: لماذا أشعر بألم في جسمي؟ هذا سؤال ورد في القصة، لماذا أشعر بألم في جسمي؟ ونلاحظ أن السؤال مكون من أداة استفهام وجملة وعلامة استفهام في نهاية الجملة. 4. لاحظ وتعلم. نشاط ألف: ضع أداة الاستفهام المناسبة، كم ومتى وأين؟ طبعا الساعة. الجملة الأولى: تتناول طعام الإفطار، ويرسم ساعة، وإحنا قلنا الساعة أداة الاستفهام اللي خاصة بالزمن، الساعة تدل على الزمن، وإيه أداة الاستفهام التي تخص الزمن؟ أحسنت، متى؟ متى تتناول طعام الإفطار؟ الجملة الثانية: توجد النشويات، النشويات والصورة بها أرز وخبز. إذن نقول كم توجد النشويات ولا أين توجد النشويات؟ طبعا أين، لأنها أين تخص المكان، النشويات نجدها في الأرز والخبز، أين توجد النشويات؟ الجملة الثالثة: وجبة نتناولها يوميا. نقط: وجبة نتناولها يوميا، ويرسم صورة عداد. إذن السؤال عن العدد، والأداة الخاصة بالعدد هي كم،
كم وجبة نتناولها يوميا؟ نشاط باء، ضع أسئلة للإجابة الآتية كالمثال، نقرأ الإجابة ثم نقرأ السؤال. بأن أتناول طعاما صحيا، هذه هي الإجابة. إذن السؤال، كيف تكون قويا؟ الإجابة بأن أتناول طعاما صحيا. نقرأ الإجابة ونبحث عن السؤال، الإجابة لأن فادي لا يتناول نشويات وبروتينيات. السؤال ماذا يكون السؤال؟ لماذا فادي يشعر بالتعب؟ لماذا فادي يشعر بالتعب؟ لأن فادي لا يتناول نشويات وبروتينيات. الجملة الثالثة، الساعة السادسة صباحا، هذه هي الإجابة. فالسؤال، متى تستيقظ من النوم؟ يكون الإجابة الساعة السادسة صباحا. خمسة، شارك. نشاط ألف، أرسم وجبة صحية تناولتها ثم عبر عنها في جملة. يسأل المعلم التلاميذ أو يطلب منهم أن يفكروا في وجبة صحية قاموا بتناولها في أي مكان وأي وقت، ويحددون لماذا يعتبرونها صحية. فيرسم التلميذ مثلا هذه الوجبة المتكاملة، يرسم بها بروتينيات وتتمثل في اللحوم أو الأسماك، ويرسم بها فواكه وتمثل الفواكه الفيتامينات، ويرسم بها الأرز ويمثل النشويات، ويكتب لأنها تحتوي نشويات وبروتينيات وفيتامينات. نشاط باء، اكتب ما يملى عليك. يملي المعلم التلاميذ هذه الكلمات ولا يكون التلميذ قد قرأها من قبل. صحي، نشويات، بروتين، متوازن. نشاط جيم، اكتب بخط النسخ. أعظم ثروة هي الصحة، بالفعل أعظم ثروة هي الصحة. يكتب التلميذ هذه الجملة ويراعي الكتابة على السطر ويضع نقطة في نهاية الجملة. بكده إن شاء الله نكون انتهينا من درس اليوم. انتظرونا إن شاء الله في الدرس القادم، خطوات عمل الأرز. إن عجبك الدرس اشترك في القناة وشارك الفيديو عشان غيرك يستفاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.